يعني زينب كتير متعذبين اللي عم يعملوا كانوا القرعات، عن جد هن كتير بيكونوا قاسيين، نحن لحتى نقطعهم لنعمل مربى بنتعذب كتير. احنا كمان خلينا نقول انه سوريا مشهورة انه بتعمل مربى القرع القرع حلو ومربى وكتير مستغلة وكتير كتير بشغلات طيب، الاكل عن جد كتير طيب. ولزينة. صحيح. اكيد ميسان مساحتنا الاولى رح تكون هي مساحتنا الطبية، واكيد رح نحكي عن التوعية بسرطان الثدي ضمن الشهر الوردي. كتير من النساء بالعالم بينصابوا بهالمرض، لكن بهذا الشهر بالذات اكيد بينرفع الصوت للتوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا حصتنا نحن بهذا الشهر دائمة، وحتى نوعي النساء بضرورة هالفحص المبكر. لهيك رح نحكي أكثر عن هالموضوع ميسان، بضرورة التوعية، وخاصة أنه صار في كثير من الأساليب يعني الحديثة للكشف. يعني صار في أساليب حديثة للكشف وصار في دايما تنوع، ونحن كل يوم عم بيكون في عنا فقرة، لكن في ناس ممكن ما تكون شافتنا، منشان أي شخص ما شافنا كل يوم نقدر نقدم له معلومة جديدة. اليوم رح نقدم معلومتنا مع الدكتور أحمد نسيب عرق سوسي، وهو اختصاصي جراحة عامة وتنظيرية وجراحة صدر. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الخير لكل المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. تسلم. يعني سرطان الثدي كان بالماضي مرض مخيف جدا، انه يصيب عدد اقل من العدد الحالي من النساء، لكن هلا كتر العدد. دائما النساء عم تسأل شو السبب بكثرة هالإصابة بسرطان الثدي عند النساء، هل في أسباب معينة أدت لتزايد هذا المرض؟ هلا بشكل عام السرطان يعني دائما عم يكون هو تغير بأحد خلايا الجسم عن نمط التكاثر تبعيته، انه الموت الخلوي المبرمج بيسموه، فعم تتكاثر بطريقه غير اعتياديه، عرفت كيف؟ وتفقد السيطره عليها الجسم. يعني بشكل عام بسرطان الثدي الاسباب المؤهبه او المساعده على سرطان الثدي زادت بالعصر الحالي، عرفت كيف؟ هلا نحن عندنا في شغلات في المراه تتحكم فيها وفي شغلات نحن ما بنتحكم فيها. اول شيء عندنا من الاسباب المؤهبه جدا انه عندك البلوغ المبكر، يعني بنت بلغت قبل ال 15 12 في 3 سنين زياده يعني عم تعرض لهرمونات اكثر. الشيء الثاني عند من هذا ما في نتحكم فيه طبعا، سن اليأس او نهايه يعني الحياه التناسليه متاخر كمان عم تعرض لهرمونات اكثر. هلا في عندنا شغلات فيها نتحكم فيها، الأفضاع الوالدي يعني أفضاع الطفل كذا، هذا بيقيم سرطان الثدي. فإذا واحدة مثلا لسبب ما رضعت طفلة، فهذا عم يأهب أكثر لسرطان الثدي. وفي ناس بتعرف يعني إنه مشان لك منظف صدرة أو كذا، فبطلوا يرضعوا، بتلجأوا للرضاعة الصناعية، شلون؟ هذا أسباب مؤهبة جدا لسرطان الثدي. الشيء الثاني عند من المعالجات الهرمونية المعيضة لسبب ما عرفت كيف، مناعات الحمل. طبعا مناعات الحمل مو كلها متهمة، عرفت كيف؟ بس مناعات الحمل طبعا من اول ما كان في استخدام مناعات الحمل الهرمونيه، فكلها هي من الاسباب اللي بتاهب لسرطان الثدي. هلا في شغلات ثانيه بتتعلق فيها البيئه، يعني عندنا نحن بنعرف نحن ارتباط سرطان الثدي بشكل وثيق مع البدانه، مع استهلاك الدسم المشبعه. نحن نمط حياتنا نمط يعني الحياه العصريه انه اكل دهون مشبعه كثير، عدم الحركه، ما في تمارين، كلها هي من عوامل مؤهله لسرطان الثدي. في شيء نتحكم فيه، في شيء ما في نتحكم فيه، بس نمط الحياه العصريه كل ما عم يكون في رفاهيه اكثر عم يكون يمكن صار تأهب أكثر لسرطان الثدي أو للسرطان بشكل عام. يعني يمكن من خلال كلام حضرتك فينا نقول أنه أي لعب بهرمونات الجسم هو هذا الشيء مسبب لسرطان الثدي، أو ممكن يكون مهيئ لتكون بيئة لوجود سرطان هلا الثدي. أختي نحن ما بدنا نخوف النساء، يعني ممكن يعني مو كل هرمون معناته هو حيأهب لسرطان الثدي أو كذا. الهرمونات هي يعني بتقولوا سلاح ذو حدين، شلون؟ وقت عم تنعطى باستطباب صح بشاف طبي مباشر وبشكل وثيق، شلون؟ اكيد ما حتساوي مشاكل وحتكون مراقبه. بينما نحن مثلا مانع حمل معين مثلا اخذته جابت طاقه لاخذي هلا بجوز ما يناسبها، يعني بيناسب فلان ما بيناسب فلان. وحتى هلا يعني الشيء اللي هلا الجديد لسرطان الثدي، نحن ما صفي انه علاج سرطان الثدي مثلا كل العالم مثل بعض، مثلا بتلاقي مثلا تنتين ستات بنفس السن تقريبا اثنيناتهم مع سرطان الثدي، هي علاجة مثلا في اشعه وكيمياء، هي ما في اشعه وكيمياء كذا. صار اسمه العلاج الثدي المشخصن، يعني كل شخص في له برنامج علاج معين. فلذلك كمان بالدواء، الدواء اللي بيصلح لانسان ما بيصلح لانسان ثاني. فنحن ما بدنا نخوف الناس من الهرمونات، الهرمونات اذا انعطت باستطباب صح ومراقبه صحيحه طريقه استعمال صحيحه تماما حديث. نعم.
نعم، يعني في أعراض دكتور كتير يمكن على كل امرأة ما لازم تتجاهلها بالنسبة لسرطان الثدي. هل في أعراض، يعني هو المرض القاتل، ما في ألم ما في وجع، ففي في شيء قبل ما يظهر بشكل كتير كبير؟ هلا نحن بس نحكي شغله صغيره. نحن اكثر واحد شخص اليف، يعني كل انسان بيكون متالف مع الجسم تبعيته منه. نحن يفترض مناهج التوعيه تبعت النب كان بالمدارس وكذا، وهذا الحكي عم نطمح له ان شاء الله تعالى. يعني المفروض نعلم كل ست كل فتاه قبل البلوغ كذا كيفيه الفحص الذاتي للثدي. الفحص الذاتي للثدي غالبا بيكون بعد الدواء، عشان بيكون الثدي اقل احتقانا، بنعلمه كيف اجراءه. جاء كتير بسيط، ما بياخذ يمكن 3 دقائق، عرفت كيف؟ فهي فتره فتره، يعني يوم كل ما بتكرر الفحص صار بتعرف جسمه شو وضعه، بتعرف صدره شو تمام شو فيه. فاكيد اي تغير ولو بسيط حيبين معها اصلا. فهي الف شيء بيكون مع يعني الست مع حالها، يعني انه هي تفحص حالها. فنحن هي اول شغله انه تفحص حالها. هلا فحص حالها شو شو على شو عم تدور؟ نز غير طبيعي من الحلبه مثلا، نز اخضر، نز دموي وكذا، هي نقطه عرفتون. تغير حجم او تناظر الثديين، طبعا هلا معظم النساء الثدي عندهم مو متناظر، بس هي بتعرف انه هو متناظر، يعني بتعرف تمام شو تغير عن الشيء اللي هي بتعرفه، عرفت كيف؟ فهذا تغير تناظر، هي تغير ملامح جلد الثدي، يعني شلون بسموها علامه قشره البقدام، بتلاقي الجلد كفشان شوي كذا، هي كلها مؤهبة. جسد كتله غير مالوفه، شلون ما كانت موجوده جسد كتله ثانيه، عرفت كيف؟ فكل هدول الشغلات هي بتوجهنا تروح عند الطبيب. هلا نحن الفكره الاساسيه نحن انه السكريننج، انه تحقصي سرطان الثدي وكله شلون. الفكرة مو انه عملنا ماموجرام وخلصنا وكذا، لازم نعرف شو بدنا نساوي، يعني شو كل سن او كل شخص شو الاجراء المناسب له. عادة من سن البلوغ للسن 20 25 بكفي انه تمر عند دكتور تفحص مرة واحدة بالسنة، شلون؟ والدكتور إذا في لقى مثلا شيء كذا بيقول لهم ممكن بعد 6 شهور كذا، بس هي عادة كل سنة مرة واحدة. من 25 لل 40 عادة يكون مرة واحدة بيكون شيء كافي انه تكشف اذا في اي شيء او كذا شلون. ومن ال 40 الماموجرام بصير طبعا اول فتره كل سنه كل سنه كل سنه شلون، وبعدين حسب الدكتور بحدد الفواصل. فهي انه نحن نعرف انه الاستقصاءات اللي معنا امتى نستخدمها وباي وقت تستخدم شلون وشو فائدة كل وحده فيها. طبعا مع العلم يعني نحن في ناس بتخربط بشغله بين نحن التقصي للكشف الباكر وبين تشخيص باكر فيها. نحن مو شطاره انه نحن في كتله واحنا صورنا طلعت والله بعيد الشر انه سرطان كذا، هاي نحن في كتله نعرفها. التقصي هو يكشف شيء لسه ما انجس، شيء لسه ما بين. فهو هذا الماموجرام بيعطينا اياه طبعا بتلك بسن معدل، يعني بسن محدد واسباب معين. نعم. يعني دكتور في حال تم الكشف عن وجود كتلة، طبعا مو كل الكتل هي بتكون خبيثة، في منها عم يكون حميدة، وفي أنواع للعلاج. خلينا نتعرف على أنواع العلاج، وفي حال كانت كتلة خبيثة أو إن كانت كتلة حميدة. نحن بس بلشنا الصبح نحكي صباح الخير، بس ما بدنا نخوف الستات. نحن المشكلة الأساسية بسرطان الثدي عندنا واحدة من كل 8 نساء بسن معين، يعني بفترة معينة من حياتها حيصير معها سرطان الثدي. هي النسبة عالمية، عرفت كيف؟ ولكن 90% من كتل الثدي بشر النساء هي كتل حميدة، عرفتوا؟ 90% من كتل حميدة. هلا نحن في مألوف شغلة مو مألوفة كثير، انه وجعتني ما وجعتني. عادة كتل السرطان بتكون غير مؤلمة، تمام؟ انه إذا كتلة مؤلمة معناتها انه هي مو سرطان، كمان في كتل سرطان بتكون مؤلمة، بس هي عادة كتل السرطان بتكون غير مؤلمة. ومثل ما حكينا 90% هي انه بتكون كتل سليمه وليس كتل، ممكن يكون كيسه دهنيه، كيسه حليب كذا، فمو معناتها انه كل كتله معناتها انه سليم. هلا الفكره الاساسيه نحن برجع لك، التقصي هو نحن نكشف فيه لسه قبل ما يصير كتله. يعني نحن ندور بالماموجرام على شيء تقلصات مجهريه في تصنيف معين من 1 لـ 6 برايد. هذا التصنيف بيقول لك انه شو لازم، هي بدها خزعه، هي ما بدها خزعه، هي بدها كل 6 شهور مراقبه، هي حتما بدها جراحه كذا، يعني بيعطي التصنيف تبعه شنو. هلا الفكره انه نحن شخصنا مبكرا او كشفنا انه في سرطان، تمام؟ الفكره انه نحن علاج السرطان مو علاج شخص واحد، هي ملتي ديسبلينتي، بيكون اكثر من شخص، اكثر كذا طبيب اوام، طبيب اشعه، مشرح مرضي، طبيب علاج بالهرمونات، لانه كل نوع من السرطان له علاج معين. مثل ما قلت لك صار علاج مشخصاً، يعني كل سيده لها برنامج علاج بيختلف عن الشيء الثاني، يعني عن السيده الثانيه. فبتصمم الخطه. لا كثير نحن في شغلات صارت جديده، مثلا عندنا منها انه العلاج الهرموني، العلاج الهدفي الموجه تماما، شلون كان نيو ادجيفنت كيمو سيربي وراديو سيربي، انه نحن بنعطي علاج اشعه كيمياء قبل الجراحه، اذا بدنا الجراحه. وحتى بالجراحه هلا اذا كشفنا مبكر، هي فائده الكشف مبكر، نحن
90% ما بنحتاج استئصال ثدي كامل، عبارة عن استئصال بسموه تجميلي، يعني ممكن نشيل كتلة حواف أمان جيدة شلون وخلص، وبتعيش الست حياتها وصدرها معه وكله بدون لا أي شيء. وبيقولوا إذا كانت داخلة بالأنسجة غير، يعني كان بعض الدكاترة حكوا عن هذا الموضوع. هلا الفكره نحن انت حسب الدرجه عم تكشف فيها السرطان، انت سرطان درجه اولى حيكون نحن حجم الورم اقل من 1 سم، فغالبا علاج تجميلي محافظ، حتكون حنحافظ على الثدي وحيكون الثدي شكله انه كانه مو عامل عمليه كيف وبيمشي حاله. الفكره نحن غالبا هون نحن بسوريا يعني قبل ما نصير حملات التوعيه وكلياته كنا عم نكشف سرطان دائما تكون درجه رابعه او درجه ثالثه، درجه رابعه صار افتشاحات، صار في نقاء البعيد كذا، فالعلاج عم يكون متعب للمريض ومكلف جدا يعني كيف، يعني نتائجنا ما كثير منيحه. يعني على سبيل المثال سرطان الثدي كشف بالمرحله الاولى او مرحله زيرو انسيتو نسبه الشفاء بتوصل 98%، بينما بالدرجه الرابعه شلون نسبه الشفاء 23%، في فرق شاسع تماما. يمكن بس يمكن خفت النسبه بعد التوعيه اللي عم تصير تماما. بالتعاون مع التوعيه، نحن على التوعيه اختي الكريمه، يعني غايتنا نحن ما قلت لك انه نحن الستات يعني انه يعني اذا في شيء كذا نكشفه بداياته كيف لحتى يكون علاجنا افضل وانجع ومقبول يعني نفسيا واجتماعيا وتجميليا. عرفت نعم. كيف دكتور يمكن كمان خلينا نحكي عن احدث الوسائل لعلاج سرطان الثدي. عم نشوف سرطان الثدي ما عاد صار هالمرض المخيف بالنسبه للنساء، لانه صار في نسب شفاء كثيره وخاصه بمرحله الكشف المبكر. هل في اساليب علاج جديده؟ هل في ابديت على المعلومات على العلاج عم تتابعوه عم يوصل لسوريا؟ الأدوية كلها متوفرة؟ خلينا نحكي هلا. أنا بجزمنا أنا بالمشفى البيروني بيحكوا أكثر منا، بس يعني ما في علاج عم يطلع بالعالم بأي شيء اسمه إلا خلال شهرين ثلاثة عم يكون بسوريا عنا شلون. طبعا بشو بحكيك إنه نحن العلاج حاليا هو كل شخص بالحق بالحسب. هلا نحن من أول كان مثلا تشريح المرضي وتهدي خزع من الثدي إنه ورم نوعه غازي مو غازي كذا فقط. هلا نحن التشريح الماضي عم يعطينا مستقبلات، في مستقبلات هرمون انه استروجين بروجستيرون، في موجوده مستقبلات او غير موجوده تمام، في عندنا حتى مستقبلات اندروجين. هلا كل وحده منهم لها علاج معين عرفت شلون. الشيء الثاني ما سمعتوا من فتره سنتين مسي انجون جولي عرفت شلون، في عندنا نحن نمط الجينوتايب، لانه نحن السرطان الثدي 10% منه وراثي، 90% لا مو وراثي، ال 10% الوراثي هذا بتعرفنا حدد الباكا 1 الباكا 2، وفي عندنا هلا فلاب 3 هي كلها هي تحط على النمط الجيني عرفت كيف. فبتلاقي مثلا انه اذا ايجابيه الباكا 1 الباكا 2 شطور، فنحن احتمال سرطان الثدي سرطان مبيض كبير فوق 50%. في ناس بتقول لك لا انا بسوي استئصال وقائي عرفت شلون، في ناس بتقول لك لا حواقب اكثر يعني. فهي كانت القرار اللي اتخذته الممثل انه هي تشجيعا لل السيدات انه احنا هالشغله فينا نقي منها، فينا نتعالج فيها، وكونه عمليه كان مخطط لها شلون، ساوت الاستئصال وعملت تجميل بنفس الوقت وبعد فتره شهرين كانه ما عمل شيء يعني. طبعا احنا ما عم نشجع على الشيء هذا، وملاحظه حتى ما كل سيدات البكاي زملائنا تبع الاوام وتبع التقصي انه بدي اعمل الجينوتايب سرطان 10% منه وراثي و 90% لا مو وراثي. هلا النقطه الثانيه بهالقصه هي نحن بنعرف في قصه عائليه انه احنا في عندنا سرطان ثدي، هون نحن مباشرة سن السكرينينج تبعنا بينزل 10 سنوات عن سن الكشف. يعني مثلا عندنا ست اما صابت بسرطان الثدي عمرها 39 سنة مثلا كشف سرطان الثدي، فنحن ما عم نعمل لها سكرينينج والله ماموغرام على 40، بينزل على 29، بينزل 10 سنين قبل، لأنه السرطان لحد تكون خلية يتحول لخلية بسنتي كامل عرفت شلون بتاخذ تقريبا 5 سنين، فنحن بينزل 10 سنين بالتقصي عن سن المتوقع. العوامل الوراثية هي يقال أنه من جهة الأم أكثر، يعني موضوع العوامل الوراثية بتأتي أنه إذا كانت الخالة طبعا هلا هي بنت الخال طبعا هي القصة إلى علاقة بالهرمونات يعني، فأكيد يعني المواريثات من جهة الأم حتكون أكثر. وإذا تعتبر قرابة درجة أولى الأم الخالة، درجة أولى هي أم خالة أخت، هدول محتوون درجة أولى شلون عمي، هدول توقعات الدرجة. هدول عوامل بيساهموا. هدول نحن إذا كان في إنه سرطان الثدي عند لا قدر الله عند واحدة منهم، فنحن التقصي حيكون دائما يكون إمتى انكشف؟ قبل 10 سنين. إمتى انكشف عند الشخص؟ عند الشخص القريب يعني، فإنه مجرد 10 سنين كمان. التقصي ما بيكون التقصي صفي عادي يعني مثل إنه 10 سنين على 40. بصير قبل 10 سنين من انكشف عندهم. نعم دكتور، كثير من النساء اللي بينصابوا بسرطان الثدي بيخافوا من مرحلة العلاج،
بما يتبع من أعراضها كمان. خلينا نقول، خلينا نحكي عن مراحل العلاج وقد ايه ممكن تستمر للشفاء الكامل. امتى بتقولوا للمريضة خلص مبروك انت تخلصتي من سرطان يعني الثدي؟ انا هحكي شغلتين قصتين سيناويين بيكونوا يعني هيك. سرطان الثدي تشخص بمرحله زيرو او واحد او اثنين، عرفت كيف؟ عاد الاتجاه حاليا شلون؟ انه نحن نطبق نيو ادجيفنت ثيرابي، عرفت شلون؟ تاخذ عاده قديش الجرعه تبعت من الكيمياء والاشعه قد ايه المقرب لك كورم، تاخذ تلتها قبل يعني قبل العمليه اشواط، تريح تقريبا شي شهر، بعدين بتصير الاجراء وغالبا حيكون استئصال ثدي محافظ، يعني نحن حنحافظ على الثدي تمام، وبتكفي علاج بدنا. عادة بتاخذ الفترة هي من 6 شهور لثمان شهور وبترجع ان شاء الله سليمة تماما. بينما عند منا اذا كان مرحلة متأخرة، هون بقى صفة بقى انه نقائل، بدنا نعالج اشعة، علاج اكثر. والشيء الثاني نحن عادة يعني اذا كان مستقبلات الهرمونات ايجابية شو، فبنعطي مضاد للهرمونات، وغالبا هو التاموكسيفين هو اللي يعني الاشهر بنسمع فيه كثير، عرفت كيف؟ انه هو عم يكون هذا علاج على مدى طويل، عرفت شلون؟ بضل تقريبا 4 5 سنين، بس ما له اثار كثير يعني بتضايق، يعني اثار جانبيه وشغله بسيطه حبه بالنهار، ما هي مشكله كبيره. دكتور يعني بالختام بس حابين نعرف نصائح لكل السيدات، تحكي لنا هيك شو بتوجه لهم نصائح؟ هلا النصائح الاساسيه انه الاهتمام بالعنايه تماما بنظافه وسلامه الثدي وخاصه الحلمه كذا شلون، وتكون هي متالفه مع جسمها، يعني الفحص الذاتي، الفحص الذاتي بنكرر فيه كثير، هو 90% من الحالات هو اللي عم يوجهنا صح، وخلينا دائما نشتغل شغله بكيشتون. والنقطه الثانيه يعني احيانا كثير نحن الناس بس فيها مثل النعامه، يعني جسد كتله كذا ما بدي يروح عند دكتور ليكون سرطان ليكون كذا كذا شلون. طب نحن هذا المرض بلاء من الله سبحانه وتعالى، شلون انا اذا ما شخصته مو معناته انه انا ما صار معي المرض، انا عم يعني عم اجل المشكله شلون او عم اكبرها اكثر، بينما انا عم بكون غالبا اجراءات كثير بسيطه وصغيره يعني ما في داعي وغير مشوهه، شو بين تكون اجراءات كبيره مش كيف. وبنعرف كثير قصص للاسف يعني اضطرينا نعمل اجراءات كثير جذريه وكثير مشوهه في القصه كتله لانه كان عم تكون مرحله متاخره. نعم. كمان خلينا نحكي قبل ما نختم هيك ميسام، هل في حدا من مرضاك او مريضاتك مثلوا للشفاء؟ وشو بتقول لهم هلا حتى هيك يكونوا قدوه شوي للنساء اللي يمكن لسه باولى المراحل؟ هلا الفكره الاساسيه نحن كنا شعار الحمله هالسنه ان نحن بامكانك ان تقاومي السرطان، بامكانك التغلب عليه، تنتصري، بامكانك التغلب عليه. ونحن عندنا مثال كبير السيد الاولى يعني كيف انه قهرت هالمرض شلون، ويعني كان هي مثال لكل نساء سوريا، عرفت كيف؟ انه نحن قوه الاراده والشجاعه والالتزام بالتعليمات كذا شلون. السرطان حاليا يعني ما عم نحكي، عم نحكي نسب شفاء تقارب 90 95% اذا كنا عم نكشف بشكل مبكر. فنحن الفكره الاساسيه انه يعني ما في شيء بيخجل، هذا شيء يعني خارج عن اراده الانسان، بس انه هو يتعامل مع المشكله صح ويتبع التعليمات صح، وان شاء الله تعالى شلون الله الشافي. بس يعني انا يعني انا نسبه كبيره فوق ال 75% شلون عم يكون شفاء تام، وفي ناس صار لهم 10 سنين و15 سنه عايشه يعني وامورها طبيعيه وما في مشكله ان شاء الله. يعني نتمنى الشفاء لكل السيدات المصابات، وبنتمنى ايضا من النساء سوريا كلياتهم انه كانوا استغلوا هذا الشهر، يعني احنا على ختام شهر تشرين الاول وبكره يوم الاخير من حمله التوعيه يلي كانت خلال الشهر الوردي. شكرا كثير لك دكتور ولوجودك معنا لليوم. شكرا كثير. شكرا لوجودك معنا دكتور وعلى المعلومات اللي اعطيتنا اياها.